اليوم كانت الجلسة الافتتاحية الأولى للدورة 12 لهذا المنتدى الذي يبحث في أمور تتعلق بتطوير العلاقات بين هذه الضفة من المحيط والضفة الأخرى، ونعني بها بشكل أساسي دول أمريكا الجنوبية وليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية. وأرى أن هذه الدورة كالدورة السابقة تطرح مسائل أساسية، خاصة في عالم الآن يعيش عديد من التقلبات، سواء على الصعيد الاقتصادي، سواء المسائل المتعلقة بتغير المناخ، مسائل الطاقة، الحروب التي تزداد في العالم خاصة بعد حرب أوكرانيا وروسيا. وبالتالي ننظر من بين النقاشات كيفية بلورة عالم جديد مبني على التعددية القطبية وتوازن الأصوات داخل منتديات الحوكمة العالمية. هي المسألة الأساسية في رأيي أن يعني تطوير علاقات جديدة لم تكن موجودة في السابق. المغرب ركز خلال تاريخه الدبلوماسي على دول الاتحاد الأوروبي، على الحوض المتوسط وإفريقيا مؤخرا. يبدو لي أن اليوم هذا القصور في علاقات المتعلقة ببلدان المحيط خاصة دول أمريكا الجنوبية مهم جدا، ويجب إعادة النظر في هذه العلاقات من أجل تطويرها بشكل يكون هناك تساوي في الأصوات فيما يتعلق ببناء نظام حوكمة جديد عالمي، وأيضا أن يكون هناك على الصعيد الاقتصادي والإنمائي، ونحن نتجه نحو 2030 هو التاريخ المحدد لأجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن يكون هناك تعاون بين دول لها مصالح مشتركة ومستويات تقريبا متقاربة في مجال النمو لكي يستفيد المغرب وتستفيد هذه الدول أيضا. إذن نحن اليوم في أتلانتيك دايلوغز، وهو مؤتمر يعني ينظمه المركز السياسي كل عام في هذه الفترة. قبل هذا المؤتمر نقوم بإصدار يعني واحد تقرير سميته أتلانتيك كورنت، وأنا كنت من بين المؤلفين في هذا التقرير. وأن طونك إيكونوميست اللي تشتغل على مجال الطاقة والتغير المناخي، يعني الإضافة ديالي في هذا التقرير كانت تهم مجال الطاقة طبعا، خصوصا كيفية استقطاب يعني المستثمرين الخاصة في المجال الخاص في أفريقيا السبسارين. لماذا؟ لأن اليوم عندنا أكثر من 600 مليون شخص في أفريقيا السبسارين اللي ما عندهمش ils n'ont pas accès à l'électricité. Donc c'est un sujet qui demande beaucoup d'attention. وحنايا حاولنا يعني نعرضوا بعض الحلول التي موجودة الآن اليوم في أفريقيا من أجل استقطاب يعني هذه الأموال وهذه يعني هاد لي انفستيسمون، هاد الاستثمارات. وكل عام كيكون عنده تيتر ديال هذا العام هو More Assertive Atlantic، والفكرة هي يعني إبراز ليدنتيتي ديال هاد الدول ديال الأتلانتيك، كيفاش كيساهموا في القضايا التي تهم المحيط. Is being made at the disposal of decision makers, thinkers, academia, researchers.